السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير. مرة أخرى يثبت نظام الطغيان، نظام الجزائر، بعصبه وعصاباته، يثبت مرة أخرى لا علاقة له بالجزائر. مرة أخرى يثبت لا علاقة له بالشعب الجزائري أصلا. ومرة أخرى تخرج علينا العصبة كما العصابات بخيارها في استمرار النظام، من أجل استمرار النظام وحكم الطغيان، على حساب صوت الشعب، على حساب إرادة الشعب، على حساب الملايين من الجزائريين بكل أعمارهم الذين خرجوا بقضهم وقضيدهم من صغيرهم إلى كبيرهم، بكل تياراتهم، بكل أوجوههم، بكل مناطقهم في الجزائر والخارج. خرجوا فعلا ليقولوا لا للعهدة الخامسة، أي لا لبوتفليقة وآل بوتفليقة، ولا لعصب بوتفليقة وجماعات بوتفليقة، ولكن أيضا وبقوة لا للنظام كله بعسكريه ومدنيه، بوجوهه وأحزابه وعصبه ورجال ماله الفاسد. الشعب الجزائري بوعيه الحضاري، بمسيراته السلمية، خرج إلى الشارع بالملايين لينتفض سلميا وبهدوء وبحضارية عالية على نظام بأكمله، نظام يثبت يوميا بأنه مناهض للشعب، مناهض للتغيير الحقيقي، مناهض لإقلاع الجزائر، ومفضل كل الوسائل وكل الحيل من أجل الاستمرار بأي وسيلة كانت. هذا هو النظام، هذه هي حقيقته. بوتفليقة، أو اسمحوا لي بالتعبير، الميت سياسيا وأخلاقيا، يخرج علينا على لسان إخوته وأزلامهم وعصبهم وجماعاتهم، يخرج علينا اليوم بقرار. هذا القرار وكأن الشعب خرج للشوارع من أجل أن يطالب بوتفليقة، أو أن يستنجد بوتفليقة. يا بوتفليقة نرجوك، عليك بالحل، وجد لنا الحل، نضرب درجة خير. وكأن الشعب خرج للشارع باش يقول بوتفليقة يا بوتفليقة لقى لنا الحل. الشعب خرج للشارع، إن كنت لا تسمع يا بوتفليقة، يا آل بوتفليقة، يا سعيد، يا قايد صالح، يا جماعة العصب، يا عصب المال، يا حداد، يا كوليناف، يا جماعة المال الفاسد، يا جماعة العصب الفاسد، يا أويحيى، يا حكومة، يا برلمان، يا مجلس شعبي وطني، يا مجلس أمة، كلكم. الشعب لم يستجدكم، لم يطالبكم بأن تجدوا له حلولا، قال لكم ارحلوا لأنكم المأساة، قال لكم ارحلوا لأنكم الأزمة، قال لكم ارحلوا لأنكم المشكلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا مساء الخير. يتضح المقام ويتضح المقال. هذه الاقتراحات التي جاءت بها جماعة بوتفليقة، عصب بوتفليقة، هذه الجماعات تريد أن تتآمر على حراك الشعب، تتآمر على إرادة الشعب، وتقترح خلف الستار. ماذا تقترح؟ تقترح مدة أطول. النظام يريد أن يربح الوقت. النظام يقول أنا لن أقدم بوتفليقة لعهدة خامسة. متى كان آل بوتفليقة وبوتفليقة نفسه يحترم الشعب حتى يتنازل عن الرئاسة؟ ما هو الرجل جاء أصلا باش يقعد في الرئاسة طول العمر؟ لو لم تخرج أيها الشعب للشارع بقوتك،
ما كان بوتفليقة يتراجع، ولكنك خرجت كي يرحل بوتفليقة وعصبته، وكي يرحل أولئك الذين أتوا به للحكم، الذين فرضوه في الحكم، والذين اغتصبوا الدستور واغتصبوا الجزائر وانتهكوا حرمة الشعب الجزائري. أعتقد أن الشعب الجزائري، وأرجو أن تصححوني إن كنت مخطئا، وأنا جزء من الشعب وجزء من الحراك، حينما خرج الشعب فإنما ليمسح بهم الأرض ليقول لهم اذهبوا ارحلوا، كان النظام الخبيث يعتقد بأن الشعب سيلجأ إلى العنف، لكن الشعب الجزائري أثبت له ألا عنف. كان يعتقد بأنه بإمكانه اختراق الشعب، ولكن الشعب الجزائري لم يقبل بأي اختراق. كان يعتقد بأنه بالسهولة عليه أن يؤطره بجماعات يمكن أن تتفاوض معه، فقال لهم الشعب اذهبوا أنتم ارحلوا مع النظام، ورفض ذلك الشعب. أراد النظام لا فرحل، وها هو النظام يريد أن يتحايل. ألم أقل لكم منذ زمن بعيد إن هذا النظام يشبه تماما الثعبان، يمكن أن يغير من جلده لكن لا ولن يغير من طبيعته. هذه مهمة جدا. النظام لا يريد الذهاب وبطريقة سلمية، النظام يريد البقاء بعصبه وعصاباته. وماذا يريد في النهاية أيضا؟ بدل أن يذهب ولتتحرر الجزائر ويتحرر الشعب، يريد أن يفسد أطراف أخرى في المجتمع الجزائري، لأنه يريد أن يشركها فيما يسميه بندوته الباطلة، فيما يسميه بدستوره الباطل، فيما يسميه بحكومته الباطلة. وهو النظام يغازل، يا سلام، يغازل من؟ يغازل الشباب ويغازل النساء، ويقول علينا أن نفتح الأبواب لكل الأطياف. أين كنت أيها النظام منذ 20 سنة وأنت تحتكر النظام وتفسد النظام وتفسد الشعب وتفسد المال العام وتنهب وتسرق؟ أين كنت منذ 20 عاما؟ النظام يقترح على الشعب الجزائري، النظام يقترح على الشعب الجزائري إصلاحات. الشعب لا يريد الإصلاحات، الشعب لا يريد إصلاحات، الشعب يريد تغييرا جذريا، الشعب يريد قطيعة. عن أي إصلاحات تتحدثون؟ ألا تستحون؟ ألا تختشون؟ أليس لديكم حياء؟ أليست لديكم عزة؟ أليست لديكم كرامة وأنتم تتحدثون عن إصلاح ما أفسدتم بأنفسكم؟ كيف ستصلحون مستقبل جيل بكامله؟ كيف ستصلحون الأموال التي نهبتموها؟ كيف ستصلحون منظومة تربوية حطمتموها؟ كيف ستصلحون عقولا هجرتموها؟ كيف ستصلحون اقتصادا حطمتموه؟ كيف ستصلحون عدالة جعلتموها تابعة لكم؟ كيف وكيف وكيف؟ وكيف ستصلحون الدولة والدولة غير موجودة أصلا؟ ماذا تريدون؟ عن أي إصلاح تتحدثون؟ هذه مؤامرة خسيسة، مؤامرة منكم، ولكن الشعب يقظ. الشعب راه فاهم ومدرك هذه المؤامرة هذه وهذا الخلاط هذا، وسيكشفكم، دير ندوة وطنية وتجيب فيها المشامشية، جماعة الحوس والطعام وجماعة كذا وكذا اللي عايشين بسوناطراك بالنهب العام. تروح واش راح تدير؟ حاب تدير دولة بهؤلاء؟ إنكم مناهضون للدولة، إنكم مناهضون للسيادة، إنكم مناهضون للدستور، إنكم مناهضون للحرية. هذا فقط حددت الناس عنكم الآن، وما كنت لأحدثهم حتى أقول للناس، وأنا جزء منهم، إنما قمتم به اليوم ليس فقط عارا ولكنه بالحقيقة لا حدث، لا حدث، لا حدث.
لا حدث ولا قيمة له عند الشعب. إن الشعب الذي تخاطبون اليوم ليس هو الشعب تاع 20-30 سنة الوراء الذي خدعته يا بوتفليقة منذ 99 وأنت تكذب، لأنك رجل ولدت كما أويحيى وغيره من الذين ساروا على دربك، إنكم ولدتم من الكذب، إنكم ولدتم من رحم النفاق، إنكم ولدتم من رحم الانقلابات، إنكم ولدتم من رحم غير رحم الجزائر، غير رحم الشعب الجزائري، غير دم الشهداء، غير الرجال المخلصين في هذه البلاد، وقد أثبتتم ذلك صراحة وعلانية. أنا لن أحدث الناس أكثر من هذا، لأن ما قمتم به لا حدث كما قلت ولا قيمة له، ولكني أحدث الشعب ليثبت لكم أنه الشعب وأنه المصدر وأنه السيادة وأنه العزة وأنه الوطن وأنه الجزائر وأنه المستقبل، ولن يتراجع خطوة واحدة قيد أنملة عن حراكه العظيم الذي لم يبهر فقط الجزائريين في الداخل، ولكنه أبهر الجيران والعالم. لقد أثبت الجزائريون للعالم أنهم على قدرة كبيرة من السلمية والحضارة، على قدرة كبيرة من أجل تغيير سلمي هادئ دون إراقة دم جزائري واحد. ماذا تريد أيها النظام؟ هل تريد للجزائريين أن يحملوا سلاحا ضدك؟ لن يحملوه. هل تريدهم أن يعلنوا العصيان كما أردت لهم أن يعلنوه؟ لن يعلنوا عصيانا في هذه المرحلة، ولكن الجزائريين مصممون باش يكنسوك. تروح يعني تروح. لو كانت لديك كرامة أيها النظام بآل بوتفليقة وجماعات الجيش والأمن والمخابرات وكل الذين يدورون في فلكك أيها الفاسد المفسد من رجال الأعمال والفاميليات والعائلات والترافيكات والناس والجهويات، لو كانت لديك كرامة لانسحبت بشرف، ولكنك لا تحمل أي كرامة. أتدري لماذا؟ وأخاطب بوتفليقة، أي أخاطب السعيد وناصر وزهور وعائلة بوتفليقة كلها والذين يدورون في فلكها والقائد صالح وكل العصب في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحكومة وأصحاب رجال المال الفاسد الذين سنفضحهم واحدا واحدا ونكشف للجزائريين من أنتم أيتها العصابة التي جثمت على رقاب العباد ونهبت البلاد. سنكشفكم واحدا واحدا، ولا تعتقدوا أنكم ستختبئون وراء قوات الأمن والجيش. إننا سنخاطب قوات الأمن والجيش أن يستمدوا طاقتهم وأوامرهم وروحهم من الشعب وليس من هذا النظام الفاسد المغتصب. إنكم تعتقدون أنكم ستختبئون وراء القضاء، سيهاجمكم القضاة، وقد ظهر اليوم قضاة كبار وطنيون نزهاء يرفضون النظام وينخرطون في الشعب لأنهم باسم الشعب ينطقون الأحكام. أيها الشعب، حان الوقت لتثبت للعالم أنك الشعب وأنك السيادة وأنك صاحب القرار. حان الوقت أن تثبت لهؤلاء جميعا أن لا إمكانية لهم بعد اليوم أن يتلاعبوا، وعفوا على هذه الإضاءة أعتذر لكم، أنهم بالإمكان مرة أخرى أن يتلاعبوا بمصير الجزائر وشعبها، أن يقرروا مصيرها، أن يرهنوا مستقبلها، أن يوجهوا أجيالها القادمة، أن ينهبوا ما لم ينهبوه في 20 سنة الأخيرة. هذه هي الرسالة
الاستمرار في الحراك، الاستمرار في المقاومة، وحفاظنا الكامل على حراكنا الشعبي، الحفاظ على حراكنا الشعبي العظيم، تكريس هذا الحراك، تقويته ودعمه وتحويله إلى ميزان قوة. علينا كشعب أن نرفض أي شيء يأتي من هذا النظام الغاشم، يأتي من عصبه وعصاباته. علينا كشعب أن نستمر في حراكنا كجزائريين بكل مناطقنا وبكل مستوياتنا وبكل جماعاتنا وبكل أفكارنا وبكل إراداتنا. علينا أن نكون قوة واحدة، فإن النظام يريد أن يكون كتلة واحدة لمواجهة الشعب بسرقة حراكه، بسرقة إرادته، وهذا ما يجب أن نقف في وجهه، ما هذا ما يجب أن نفشله. إنه مخطط عصابات النظام، وقد بحثوا لأنفسهم عن بعض الشرعيات في الخارج مع فرنسا، مع الإمارات العربية، مع المملكة العربية السعودية، بتغطية من الولايات المتحدة الأمريكية. يريدون فقط وفقط أن يستمر النظام في هدوء، وأن يعود الشعب إلى ما كان عليه كي يغتصبه النظام من جديد. لن يقبل الشعب الجزائري اغتصابا آخر من نظام الطغيان والفساد. لن يقبل الشعب الجزائري بكل أجياله بهذه المؤامرة، هذه المؤامرة التي لو كان للنظام ورجاله الفاقدين لكل آدمية، لو كانت لديهم آدمية، ذرة واحدة من من الروح الجزائرية، من دم الشهداء، لو كانت لهم ذرة واحدة لكانوا ذهبوا سلميا وحلوا أحزابهم سلميا حفاظا على كيان الجزائر. لكنهم يريدون اغتصاب الوطن والاستمرار في اغتصاب الوطن ونهبه وتحطيم مقدرات الشعب الجزائري. هذه هي الحقيقة البينة، هذه هي الحقيقة المطلقة. هذه عصابة تريد أن تربح الوقت لتحاصر الحراك، لتحاصر الشعب، لتقدم رشوة لأطراف أخرى يمكن أن تغريها مشاريع النظام، لتقدم النظام من جديد على الطبق لمن سيخلفون بوتفليقة. وقد قالها في رسالته المكتوبة باسمه، حدد خارطة الطريق وقال هذا ما عليكم فعله. ألا تستحون؟ أليست فيكم ذرة كرامة؟ الحل ليس بكم وليس معكم، الحل خارجكم، الحل سيكون ضدكم وليس معكم، لأنكم أعداء حقيقيين للجزائر، جزائر الكرامة، جزائر هذا الشعب الذي أثبت لحد الآن أنه لا يريد سوى التغيير الجذري لتأسيس دولته الجديدة، لتأسيس مشروع مجتمعه الجديد، لتأسيس جمهورية ثانية، لبناء اقتصاد حقيقي. ما تقومون به مؤامرة خسيسة، لا نعتقد أنها صراحة، ما نعتقدوش باللي الشعب راهو غافل، باللي الشعب ما راهوش فاهم. الولاد نتاع 8 سنين اليوم، نتاع 9 سنين و10 سنين راهم فايقين عليكم، إنكم أقزام أمام هذا الشعب، وهذا الشعب أوعى منكم وأذكى منكم، ولن يسمح لكم بالاستمرار كما تريدون. وقد بدأ الشعب الجزائري في كل مكان اليوم في هذه اللحظة ومنذ ساعتين للنداء للمسيرات الوطنية في كل مكان، ولأكبر مسيرة يجب أن ننظمها وتعرفها الجزائر أكثر من جمعة 8 مارس، وأكثر من جمعة 1 مارس، وأكثر من جمعة 22 فبراير.
مسيرة القادمة ستكون مسيرة تجمع هذه المسيرات الثلاث وتضيف لها لتقول لكم لا نريد منكم شيئا إلا الرحيل، والرحيل بهدوء وبطريقة سلمية. شعب مسالم نظام عنيف، شعب نظيف نظام خامج. أكرمكم الله، حشاكم، أقصد أنا أتحدث على الشعب ليس عصب النظام، لا حشاكم أنتم. هذه هي رسالتي اليوم التي أوجهها للشعب الجزائري، لنستمر في حراكنا معا، لنستمر في التفكير معا، في طرح البدائل معا، في تنظيم أنفسنا معا، في خلق ميزان قوة معا، في طرح حلول جذرية معا، في الذهاب معا إلى جزائر جديدة. وأطمئن الجزائريين، كل الجزائريين، أن في هذه البلاد رجال، أن في هذه البلاد نساء يناضلون ويقاومون ويفكرون ويملكون البدائل. الأمة الجزائرية ولادة ليست عاقر. النظام حب يفهم الشعب الجزائري باللي خلاص من غير النظام ما كان حتى واحد، وكأن الجزائر يعني ما ولدت إلا بوتفليقة ويحيى وجمعته وبدوي وقايد صالح وكذا. لو نجو نشوفوا الحقيقة لا وجدنا بأن أبسط الجزائريين أشرف منكم، أبسط الجزائريين أذكى منكم، أبسط الجزائريين أخلص منكم للوطن. هناك جزائران اليوم اتضحتا للأمة علانية، جزائر كل الشعب وجزائر النظام. لسنا منكم ولستم منا، ولن نتنازل قيد أنملة عن حراكنا كشعب، ولن نتنازل عنه كمواطنين. وأقسم بالله لو بقيت وحدي لن أنا تنازل أمام هذه العصب وهذه العصابات التي دنست الأرض، دنست دم الشهداء، اغتصبت الشعب، نهبت الثروات، ورهنت مستقبل أجيال بكاملها بعدما هجرت وأفسدت وحطمت كل المنظومات. الشعب الشعب، فإما أن نكون شعبا وإما أن نكون الشعب وإما لن نكون، إما أن نكون أمة وإما أن لن نكون، إما أن نكون إرادة واحدة، وإرادة الشعب من إرادة الله وإرادة الله لا تقهر، وإما لن نكون. والأيام بيننا في مقاومتنا الحقيقية لهذا الطغيان، لهذا الانحراف الكبير، لأن ما يقترحه النظام أخطر بكثير على الجزائر من مهزلة العهدة الخامسة ومن مهزلة ترشيح رجل ميت. يرشحون رجلا ميت ثم يتراجعون عنه لأنه ميت، ثم يقدمون لنا الرجل الميت على أنه يملك الحلول. يا رجل ألا تختشون؟ يا رجل ألا تستحي؟ رجل ميت تقولون بأنه لن يقدم نفسه لأنه مريض مقعد ميت، ثم تقدمونه على أساس أنه يملك الحلول. الحل في ذهابكم، الحل في القطيعة معكم، الحل في يد الشعب، والشعب وحده هو الذي يجب أن يقرر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولنا أحاديث أخرى في الساعات القادمة بحول الله، وإن كانت هنالك أسئلة أو حوارات أو أشياء من هذا القبيل فإننا سنجيب عنها. وأدعوكم كلكم في كل شبر من هذا الوطن العزيز أن تخرجوا بقوة كل يوم، وأن تخرجوا بالقوة الأكبر يوم 15 مارس، يوم 15 مارس في الجزائر وفي المهجر. لا تتخلى أيها الشعب عن هذا الوطن المغدور، لا تتخلوا عن كرامة هذا الشعب،
لا تتخلوا عن تضحيات ودماء الشهداء، لا تتخلوا عن تضحيات ودماء الشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله.